يوسف يوسف ابو وزاني على ارض الملعب بيعمل وحدات الاردني تسديده هايك الثلاثي ادوار هيدي مش المره الاولى بهالبطوله هايك بيسدد عن الارك وبياخذ الخطا امام المنتخب الجزائري عامل نفس الشيء وهالمره امين ابو هواس بيتعرض للبلوك شوت من عطير ماجوك بيعمل بلوك شوت وبيعمل الريبوت عم يطلعوه بالطابه لازم يكبها من ايده طابه عم توصل لهايك اي هايك اي هايك يا جوكشو ضرب للمرة الثانية على التوالي وعلى بالأمور بشكل كامل قلت لكم هاللاعب لما يكون على أرض الملعب وعم يلعب على البوزيشن فور وبوش دفاع المنطقة شو بيقدر يعمل هايك جوكشو كثير منيح بآخره بالأوفنس هايك عم يسدد من محل بعيد من الداون تاون عم يسدد كمان العراجي بعد عنده أربع ثواني وأهلي بيخترق بيعطي هايك اللي بيسدد من محل بعيد لا 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 يا هايك يا جوكشيا